السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نخصصها اليوم لمواصلة النقاش حول التطورات على الساحة الجنوبية على ضوء تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة الشرعية. قبل أيام أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي قائمة مطالب في مواجهة السلطة الشرعية، تضمنت ما أسماه إعلان حالة الطوارئ في عدن، بالإضافة إلى إقالة الحكومة ومنع المسؤولين من أبناء المحافظات الشمالية من التواجد في عدن، محددا للسلطة الشرعية مهلة أسبوع للاستجابة لهذه المطالب. يأتي هذا التصعيد عقب الانتقادات التي واجهها المجلس بسماحه بتواجد بعض قيادات الحرب من عائلة صالح في عدن تلبية لرغبة إماراتية، وبعد إعلان الحكومة موازنتها ودعوتها للبرلمان للانعقاد في عدن. يرى البعض في قائمة المطالب المطروحة من قبل المجلس بأنها تعبير واضح عن التوجه الإماراتي ولا علاقة لها بالشعار المرفوع المتمثل في استعادة دولة الجنوب العربي التي يرفعها المجلس، خصوصا في ظل ما عبر عنه بيان المجلس من استعداده للتعاون مع القوات التي تعدها الإمارات لعائلة صالح في عدن، تحت مبرر التعاون مع التحالف العربي في دعم قوات لمقاومة شمالية. التحرك الجديد من قبل المجلس أثار العديد من ردود الفعل على الساحة الجنوبية، فأصدر عدد كبير من قيادات المقاومة في المحافظات الجنوبية بيانا يرفضون فيه هذا التحرك ويحذرون من أنه قد يجر الجنوب إلى صراع مدمر. بقى يومان على المهلة التي قدمها المجلس، في حين لا يبدو أن السلطة الشرعية تأخذ هذا التحرك على محمل الجد ولا تسعى لإيقاف المحركات التي تدفعه كل مرة إلى السطح مع كل خطوة للحكومة لاستعادة نشاطها في المناطق المحررة. إلى أين تتجه الأحداث في المحافظات الجنوبية؟ ولماذا تحول المجلس الانتقالي إلى مجرد تعبير عن المشروع الإماراتي في اليمن؟ لماذا لم نشهد تحركا من جانب السلطة الشرعية لمعالجة هذا الملف بشكل نهائي؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا لهذا المساء مع مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي من عمان، وسيكون معنا من عدن الصحفي ياسر اليافعي. البداية كالعادة بالسؤال المشترك مع السيد ياسر اليافعي، في ظل التصعيد من قبل المجلس الانتقالي وما يبدو أنه تجاهل للحكومة الشرعية لهذه المطالب المرفوعة، إلى أين تتجه الأحداث في الجنوب؟ أهلا، مساء الخير لك وضيفك الكريم. طبعا في البداية خلنا نكون معك واضح وصريح، من خلال قراءتك للتقرير أو المقدمة يبدو أن لديكم موقف مع المجلس الانتقالي بغض النظر عن تصعيد المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية أو مطالبه التي رفعها، يعني هذا موقف ثابت من المجلس، وهذا ربما سيعقد النقاش خلال الحوار الحالي. لكن دعنا أقول لك، في الجنوب وفي عموم اليمن هناك مطالب للشعب، سواء كان ذلك في الجنوب أو الشمال، وأنتم في قناة بلقيس أوردتم تقارير عديدة عن فساد الحكومة. كانت مطالبنا واضحة أن الشعب في الجنوب صمد وصبر أكثر من عامين، لم تتحسن الظروف المعيشية للناس، الأزمات تتلاحق وتتراكم بشكل كبير جدا، الفساد في الحكومة بات يسكم الأنوف، آخرها وزير خارجية يأخذ ابنه ليفاوض ليقابل وزير خارجية من دولة كبرى كروسيا. أضف إلى ذلك الكشوفات العائلية، الأسماء من تم تعيينهم من أغارب الوزراء والمسؤولين سواء كذلك في الحكومة أو الرئاسة. كل هذا الأمر جعلنا أمام أمر واقع أنه لابد أن نطالب أو نخاطب الرئيس وبشكل سلمي بإقالة هذه الحكومة وتغييرها بحكومة التكنوقراط. لم نمس شرعية هذه، لم نتحدث عن الرئيس هذه، لكن نتحدث عن مجموعة أو عصابة اسمها حكومة يمنية فشلت في تحرير محافظات الشمالية أو حتى مناطق بالمحافظات الشمالية، نعم. فشلت في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وبالتالي نحن أمام أمر واقع ومطلب حقيقي هو مطلب عموم الناس في الشمال وفي الجنوب بإقالة هذه الحكومة. نعم، طيب، إذا نفس التساؤل أيضا للأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، إذا مع التصعيد من قبل المجلس الانتقالي إلى أين تتجه الأحداث في الجنوب، لا سيما مع الصمت الحكومي حتى هذه اللحظة؟ أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيفك الكريم. هذا التصعيد طبعا للأسف الشديد أنه يجر إلى يجر منطقة عدن والمناطق الجنوبية إلى أعتقد أنها ستكون إلى أعمال عنف، يعني إذا كان المجلس الانتقالي يدعو إلى الخروج على الحكومة وإلى طرد الحكومة
فإن هذه الدعوة دعوة خطيرة جدا. لا أدري هل وصلت هل وصل الحال بين المجلس الانتقالي أو ما يسمى المجلس الانتقالي والحكومة إلى طريق مسدود، ولم يعد هناك أي تواصل إلا الخروج عليها وإعلان التمرد على الحكومة. فأعتقد أن مدينة عدن ستكون على صفيح ساخن، بعد أن كنا نأمل أن تكون مدينة عدن أن يتم استكمال الخدمات الأساسية، أن تكون تنعم بالأمن والاستقرار، وأن تكون عاصمة مؤقتة مثالية مثلها مثل باقي المناطق أو باقي العواصم التي يفترض أن تكون ملها الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية. لكن للأسف الشديد أن المجلس الانتقالي يعني يريد أن تكون مدينة عدن مدينة أشباح، مدينة تملأها الميليشيات، لا تتواجد فيها الدولة، وهو ما تعيشه مدينة عدن للأسف الشديد حاليا. مدينة عدن الآن تتواجد فيها ميليشيات خارج إطار الدولة، هي التي تتحكم وهي التي جعلت المجلس الانتقالي يخرج بهذه اللغة ويخرج بهذا التصعيد. لو لم يكن لدى المجلس الانتقالي ميليشيات تابعة له لما خرج بهذه اللغة للأسف الشديد. وللعلم أن قادة المجلس الانتقالي هم من كانوا يديرون مدينة عدن. عيدروس الزبيدي فشل على مدى عام ونصف لتوفير الكهرباء فقط، المياه لم يستطع أن يوفرها مع أن الحكومة كانت تدعمه، مع أن الرئاسة تدعمه، التحالف يدعمه، لكن للأسف الشديد مجموعة من الفاشلين يطلبون الآن من الحكومة أن تمتلك العصا السحري وأن تعيد عدن مدينة نموذجية، مع أن الحكومة طوال الفترة الماضية استطاعت أن تقدم خدمات أساسية مثل الكهرباء، مثل المياه، مثل الخدمات الأساسية، قدمت نموذج جيد خلال الفترة الماضية. طيب أستاذ مختار، لكن للأسف الشديد يريد الزبيدي وغيره أن يجر مدينة عدن إلى العنف وإلى الانفلات وإلى اللا دولة. طيب أستاذ ياسر اللافعي، إذن الأستاذ مختار الرحبي يقول المجلس الانتقالي مجموعة من الفاشلين لم يقدموا لعدن شيء، وهم الآن يريدون تحويل عدن إلى منطقة صراعات وميليشيا واحتراب واقتتال في الجنوب. طبعا مختار هو يعرف من هم الهاربين والفاشلين، هم من هم في الخارج ولم يستطيعوا تحرير أي جزء من محافظاتهم أو مناطقهم. بالنسبة لعيدروس، عيدروس لم يعينوا الرئيس هادي، ولكن فرضت الضرورة أن يتم تعيينه من قبل الرئيس هادي، وعينوا الرئيس هادي لأن المرحلة اقتضت أن يكون عيدروس موجود في وقت كان الجميع يهرب. جاء عيدروس، جاءت مع عناصر المقاومة الجنوبية التي تدربت خلال الفترات الماضية، واستطاعوا تأمين عدن وعادة الحكومة وعاد الرئيس هادي. وأعتقد أن الرئيس هادي عندما كان بجوار المقاومة الجنوبية في عدن رفع رأسه شامخا، والصور ما زالت موجودة ومتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي المرة الوحيدة التي رفع فيها الرئيس هادي رأسه في عدن عندما كان بجوار المقاومة الجنوبية. وعندما بدأ يسمع هؤلاء الهاربين بدأت شعبيته تتغلص في الجنوب، وبات الوضع اليوم كما تشاهدونه في الجنوب. عيدروس الزبيدي لا ندى خلال فترة توليه المحافظة كان هناك يعني شبه عدم تعاون من قبل الحكومة، لم تكن في الأساس الحكومة متواجدة في عدن. حضرت مؤتمر صحفي في منتصف 2016 كان يقول مدير البنك المركزي في عدن لا يوجد لدينا إلا نص مليون دولار فقط، وهذا لا نعرف كيف نتصرف بها، هل نجيب بها مشتقات نفطية للكهرباء أو يعني نستورد بها بضاعة من الخارج، فنحن يعني شبه عاجزين. هذا كان وضع الدولة. جاء الزبيدي وجاء معه مجموعة القيادات أو في المقاومة الجنوبية وأمنوا عدن وعاد الرئيس هادي وعادت الحكومة وبدأت الأمور تمشي، وتم تحويل البنك المركزي إلى عدن، وتعرض عيدروس الزبيدي والقيادات الجنوبية إلى عدد من محاولات الاغتيال حتى أمنت عدن. بعد ما أمنت عدن جاءت الحكومة وبدأت تآمر وبدأت الفوضى تحل بعدن. نتيجة خلنا نكون صريحين، بعض الأحزاب السياسية عندها مشكلة أو عقدة أن يوجد أحزاب سياسية أو تشكيلات جديدة ولا سيما جنوبية، لأنها ستأخذ طيب عليها. ولكن أستاذ ياسر، أستاذ ياسر كما تعلم، أستاذ ياسر اسمح لي، أستاذ ياسر كما تعلم المحافظات الجنوبية وعدن على وجه التحديد كانت بيد يعني القيادة الجنوب بشكل عام، سواء ما يسمى بالمجلس الانتقالي أو غيره، عيدروس وشلال ومعظم القادة الجنوبية، وسلمت لهم الدولة بكل ما يملكون من مؤسسات، من موانئ، من مطارات، من إيرادات، من كل شيء، لكنهم لم يقدموا شيء. يعني الشعارات ربما أخي بشير. انكشفت الشعارات، يعني الناس لم يعد يعني يثقوا إلا بمن يعني يعيد لهم الخدمات، يقدم لهم شيء. أما الشعارات والشعبوية والشعارات يعني المظاهرات، الناس خلاص ملت من هذا الشيء. اسمعني يا أخ بشير، الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يسلم محافظ لاحق ومحافظ عدن إلا كومة من الخراب. من
يعني انا استغرب من انت يعني تحاولوا تغطوا عين الشمس بغربال من سلم عدن وهي فوضى، يعني سلم عدن وهي مليئه بالجماعات المسلحه، لحق تسلمها الدكتور ناصر الخبقي وهي عباره عن اكوام من الحجار، وين الدوله اللي تتحدث عنها؟ لما بداوا يحاولوا يصنعوا دوله عادت الامور الى مجاريها، عاد الامن اللي هو يعني يعد رمز الاستقرار والتنميه، بدات الانقلابات عليهم وبدات التأجيج الاعلامي وبدات الضجه، وللاسف من قبل احزاب سياسيه معينه لا يرغل هذا ذلك. طيب هذه الاحزاب مشكلتها هي اختطفت الشرعيه، واليوم وصلنا الى ما وصلنا اليه. لو كان استمر كان خالد بحاح يقول الان معركتنا هي معركه استعاده الدوله وفيما يخص شمال وجنوب والوضع ما بعد الى ما بعد الحرب، وسيتم طيب اشراك القوى الجديده الفاعله على الساحه. طيب حتى نبدا مما يعني انتهى اليه المجلس الانتقالي وهو اعلان حاله الطوارئ واسقاط الحكومه. هل برأيك أستاذ ياسر في هذا اللحظة التاريخية من اليمن التي تمر فيها معركة ضد الإنقلابيين يعلن المجلس الانتقالي إسقاط الحكومة ويعلن حالة الطوارئ وكأنهم يعني يعملون بخطين، خط في الشمال مع الحوثيين وخط في الجنوب الآن يتبناها المجلس الانتقالي؟ طبعا هو المجلس أعلن عن خطوات تصعيدية سلمية، لا يمكن، شوف عدن تأمنت وتحررت بدماء وتضحيات كبيرة من كل أبناء الجنوب مختلف طوائفهم، وبالتالي هذا منجز كبير لا يمكن أن نفرط به إطلاقا، لا يمكن أن يتم التفريط به وأن يتم جر عدن مثل ما تريد بعض الأحزاب السياسية إلى صراع داخلي، هذا لا يمكن أن يحدث، ثق بذلك، وأي تحركات ستكون تحركات سلمية. أما فيما يخص الحرب والمعارك، هل تعلم أنه يوم أمس أو قبل أمس تم تدشين معركة تعز؟ معركة تعز اليوم وقبل قليل تلقيت رسالة من قائد جبهات الساحل الغربي يحدثنا عن وصولهم إلى حيس، يعني حيس ثاني مديرية بالحديدة. نعم. بالإضافة إلى اليوم انتصارات قيادات الحزام الأمني التي كانت بردفان حققت انتصارات في كرش وسيطرت على الحويمي وتقدمت، هذه هي القوات الجنوبية، هؤلاء هم طيب من يحققون الانتصارات. أنا شوف هنا هذا الخلط هو من يعقد المشهد في الجنوب، محاولة إقصاء الآخر وعدم تفهمه وعدم السماع له، هذا الذي يعقد المشهد ويأججها. فنتمنى من الرئيس هادي أن يسمع لأصوات العقل والأصوات الموجودة في الداخل الجنوبي ولا يسمع لأولئك الابتزازيين الذين يريدون أن طيب يسمعوا رواتب بالدولار. نعم. وهم في غرف فنادق الرياض وفي الخارج، والناس في عدن وفي المحافظات اليمنية. طيب. بشكل عام تموت، هذا الأمر لا يمكن القمول به إطلاقا. طيب أستاذ ياسر، أعود للأستاذ مختار. أستاذ مختار، إذن مطالب المجلس الانتقالي وفي الجنوب كما يقول الأخ ياسر اليافعي بأنها لإسقاط الحكومة الفاشلة التي لم تقدم شيء، أما الاعتراف بالشرعية ما زالوا يعترفون بشرعية الرئيس هادي، ومن يسوقون بأن عدن ستتحول إلى فوضى ومعارك فهذا ليس وارد مطلقا، وإنما البعض يريد يعني خلق حالة من الفوبيا في الجنوب والتخويف والتخوين للمجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية. أخي العزيز، الشرعية هي شرعية متكاملة، هم يقولون الآن يريدون يعترفون بشرعية الرئيس ولا يعترفون بشرعية الحكومة الشرعية برئاسة بن دغر، بالتالي هي شرعية متكاملة، هي شرعية إصدار قرار من رئيس الجمهورية، وأي شخص يتم إصدار قرار جمهوري له هو يمثل شرعية رئيس الجمهورية، بالتالي كيف يعترفون بشرعية الرئيس هادي ولا يعترفون بشرعية الحكومة ويريدون إسقاط الحكومة؟ كيف يريدون نقل البنك المركزي ولا يريدون البرلمان أن يتم نقله إلى مدينة عدن؟ كيف يريدون المؤسسات الإرادية أن تنتقل إلى مدينة عدن ولا يريدون المؤسسات الأخرى أن تدخل؟ كيف يمنعون الوزراء الشماليين من الدخول إلى مدينة عدن ويفتحون الأحضان مدينة عدن لطارق عفاش وكذلك القيادة العسكرية التابعة له؟ هذا تناقض واضح، وهذا كلام لا أعتقد أنه ينطلع على أحد. الآن لابد أن نقول أنه لابد أن يكون هناك خطاب في هذه المرحلة، خطاب يعني يقبل بالآخر، يقبل بالطرف الآخر. إذا كانوا لم يقبلوا ببن دغر وهو جنوبي، فكيف سيقبلون بشخص آخر شمالي؟ هذا كلام أنا أعتقد أنه لا يمكن القبول به. المجلس الانتقالي منذ اليوم الأول لإنشائه هو كيان خارج إطار الدولة، كيان متمرد على الدولة بمنظور الجميع أنه لا يختلف عن المجلس السياسي الحوثيين. ما الذي يختلف يعني محمد علي الحوثي عن عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك عن محمد علي الحوثي وكذلك صالح الصماد؟ كلها كيانات خارج إطار الدولة، كلها كيانات تمتلك ميليشيات، ومن خلال هذه الميليشيات يريدون أن يفرضوا واقع جديد في المناطق التي يعملون بها. نحن نقول الآن أنه لا يمكن المساس بشرعية رئيس الجمهورية، لا يمكن المساس بالحكومة، لأن هذه الحكومة تقوم بدورها، وإن كان هناك اختلاف وإن كان هناك اعتلال وإن كان هناك فساد،
هل من المعقول ان نقبل بان يتم اسقاط الحكومه لانه يوجد هناك فساد او يوجد هناك اختلالات او يوجد هناك نوع من سوء الفهم؟ طيب لا اعتقد ان هذا من المنطق. طيب استاذ مختار امام هذا التصعيد، نعم استاذ مختار امام هذا التصعيد، نعم استاذ مختار معذره على المقاطعه، امام هذا التصعيد التي تتحدث عنه من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي بعدم انعقاد المؤتمر البرلمان عفوا وعدم اعلان حاله الطوارئ واسقاط الحكومه وكانها يعني اذن من طين واذن من عجين ولا نسمع اي رده فعل حول هذا الموضوع. ما الذي تريد من الحكومه؟ هل تريد من الحكومه ان تعلن الحرب؟ هل تريد من الحكومه ان تعلن التعبئه الشامله على المجلس الانتقالي وعلى الجنوبيين؟ الحكومه تمثل الحكومه التي هي مسؤوله حتى على المجلس الانتقالي ومسؤوله على كل ابناء الوطن من منظور يعني دستوري ومنظور قانوني ومنظور انساني ومن منظور ايضا انها مسؤوله امام الشعب وامام التاريخ عن الجميع. هل تريد ان تخرج الحكومه بتصريحات ناريه وان تقوم باشعال الفتيل؟ بالعكس، الحكومه سوف تتقبل الانتقادات، سوف تتقبل هذه التصريحات الناريه، ولكن ما تزال هناك يعني امال ان يكون هناك عقلاء في المجلس الانتقالي، ان يكون هناك عقلاء في الجنوب، وان لا يرفعوا السقف، وان لا يطالبوا بهذه المطالب، لان هذه المطالب طالبت بها الميليشيا الانقلابيه الحوثيه في صنعاء. نعم. وحصل ما حصل من دمار، وحصل ما حصل من قتل، ودفع الجميع الثمن. ونحن نقول انه اذا استمرت هذه اللغه واذا استمر هذا المنطق من قبل المجلس الانتقالي فانهم سيجرون الحكومه جرا للمواجهه، والحكومه لا تريد المواجهه، الحكومه تقول انهم كانوا جزء من المعركه، لا نريد ان يتحولوا الى امراء حرب وان يتحولوا الى قاده ميليشيات يريدوا ان يوصلوا الى السلطه بقوه السلاح وبقوه الميليشيات الموجوده بايديهم. هل تعتقد ان ما يحصل الان في الجنوب يعني كانه سيناريو مشابه للسيناريو الذي حصل في 2014 من قبل ميليشيا الحوثي عندما تم اسقاط يعني ذريعه الانقلاب على الدوله بذريعه اسقاط الحكومه، هل هناك تشابه او سيناريو يعني يراد لليمن في الجنوب كما حدث في 2014 وان اختلفت الادوات هذه المره؟ أنا أقول أنه بالفعل أن ما يحصل اليوم هو حصل بالسابق، وعشنا هذه اللحظة التي نعيشها اليوم عشناها بالسابق في صنعاء حينما كان يخرج عبد الملك الحوثي ويهدد الرئيس ويهدد الحكومة ويقول أنه لا يمكن أن يقبل بهذه الحكومة، هذه حكومة الفساد، هذه الحكومة الفاسدة، هذه الحكومة الفاشلة، هذه الحكومة التي لم تستطع أن توصل الكهرباء، لم تستطع أن توصل المياه. نفس الخطاب، الخطاب هو نفس الخطاب، ولكن تغيرت الأدوات وهم كلهم يريدون أن يصلوا إلى السلطة ولكن عبر طرق غير شرعية. طيب. نقول للإخوة قيادة المجلس الانتقالي، نحن قاتلنا معكم وكنا شركاء في البندقية وشركاء في معارك التحرير مع الحكومة الشرعية ومع التحالف العربي. التحالف العربي الذي هو اليوم جاء ويدعم الحكومة هو جاء من أجل إعادة الشرعية ولم يأتي لكي يدعم ميليشيات أو ليدعم كيانات خارج إطار الدولة. طيب. التحالف العربي جاء بطلب رسم فخامة رئيس الجمهورية لدعم الشرعية وإعادة الشرعية وليس لإعادة أيدروس الزبيدي أو إعادة هاني طيب. بريك المحل التحقيق أو إعادة مجموعة من الفاشلين الذين لم يستطيعوا أن يقدموا أي شيء. الأخ ياسر يقول أن محافظ عدن ومحافظ لحج قدموا خدمات وأنهم انتشلوا المحافظات، ما الذي قدموه؟ هل صورة لحج وصورة عدن حينما تركها أيدروس الزبيدي كانت ترضي أي عدني؟ كانت المجاري طافحة في الشوارع، كانت الاغتيالات موجودة وما تزال الاغتيالات نعم موجودة ولكن كان الفشل واضح، الكهرباء كانت غير موجودة، الرواتب غير موجودة، الحكومة حاولت تقديم كل ما تستطيع بدعم من التحالف العربي وبدعم من الأشقاء، حاولت أن تقدم كل ما تستطيع من أجل طيب. تطبيع الحياة العامة نعم. ومن أجل إعادة طيب الأمن والاستقرار نعم. وتطبيع الحياة العامة نعم. نعم. إذن أستاذ ياسر، الأستاذ مختار الرحبي يقول في الوقت الذي يسعى المجلس الانتقالي إلى منع كل قادة الدولة من الوزراء والحكومة من العودة إلى عدن وإغلاق جميع الأبواب أمامهم في الوقت الذي يطالبون بإسقاط الحكومة وإسقاط الشرعية، في الجانب الآخر يفتحون الأبواب لقادة الحرب من عائلة صالح وفتح معسكرات بتوجيه من الإمارات، ما رأيك؟ طبعا هم الحكومة نفسها ورئيس الوزراء بندغر ورحب بالمؤتمرين والقيادات في صنعاء، اعتقد ان الترحيب كان من رئيس الوزراء ومن الرئيس هادي واطلق صفه الشهيد على علي عبد الله صالح ولسنا في المجلس الانتقالي. بالاخير التحالف العربي هو يدير العمليات العسكريه في اليمن وهو المسؤول عن هذا الملف وهو من يتحكم في الاوراق في اوراق الحرب، سواء كان ذلك
يعني الآن المقاومة الجنوبية وقوات الجنوبية التي في الساحل الغربي والتي يدعمها، أو أي قوات أخرى تريد تحرير المحافظات الشمالية. نحن لا يوجد لدينا مشكلة في من يحرر الشمال، الإصلاح ليس وصي على الشمال حتى ندعمه كجنوبيين يحرر الشمال. هو فشل خلال 3 سنوات فشل، بالتالي التحالف ربما يبحث عن أدوات أخرى تحد التوازن عسكري توازن سياسي في المحافظات الشمالية. هذا شأن التحالف وشأن الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وليس لنا علاقة في المجلس الانتقالي. دعني لما يقول المختار نحن شركاء حرب، لم يكونوا شركاء حرب، ولكن كما تعلم استاذ ياسر، الانتقاد نعم الانتقاد اتى ان هؤلاء ليسوا يعني مقاومه شماليه بشكل عام جاءت يعني ترتب صفوفها لكي تقاتل الميليشيا. نحن نتحدث الان عن قاده حرب، ربما هم من وصلوا الى عدن وتقاتلوا مع ابناء الجنوب وكانوا يعني الدعم الاول لميليشيا حزب الشركاء مع الميليشيا عندما اقتحموا عدن وكل المحافظات الجنوبيه وكل اليمن واسقطوا الدوله. إذن كيف يمكن لكم في المجلس الانتقالي أن تقبلوا قادة حرب في الوقت الآخر تمنعوا حتى المواطن الشمالي من العبور من عدن؟ أخي الكريم، شوف، نحن في المجلس الانتقالي كنا واضحين والبيان واضح ما صدر عن المقاومة الجنوبية. لا يمكن القبول لا بطارق ولا بتأسيس وحدات عسكرية في الجنوب، وكذلك لا يمكن القبول بأي قوات شمالية أخرى أو مسؤولين شماليين يتآمرون على الجنوب قضيته. نحن معيارنا الميزان الذي نمشي عليه قضية الجنوب والموقف منها، وبالتالي موضوع طارق وموضوع القوات الشمالية هذا شأن يديره التحالف وهو المسؤول عنه مسؤولية كاملة. أما بالنسبة لنا كمجلس انتقالي لا نقبل إطلاقا، بالإضافة لا يمكن أن نقبل مجلس نواب ليس شرعي، يعني عمره انتهى، عمره الافتراضي انتهى، والحوثي يستخدمه يوم أمس عمل له جلسة في صنعاء تمثيلية، والحكومة الشرعية تريد أيضا أن تعمل تمثيلية أخرى على حساب قضيتنا في الجنوب. المشكلة أن المختار وغيره لم يفهموا المستجدات التي حدثت ما بعد 2015. طيب التضحيات أستاذ التي قدمها ابناء نعم. الجنوب من 2007 نعم. لا يمكن، شوف دعني أكمل، لا يمكن أن نكرر أخطاء ما قبل 2014 نكررها اليوم بنفس المشهد، أن نفرض شيء حتى تتفجر حرب أخرى وصراع جديد. يا أخي الموضوع واضح، نستكمل الحرب ضد ميليشيا الحوثي ونترك ما الأمور السياسية ومستقبل اليمن السياسي إلى ما بعد أن تنتهي الحرب، وهذا كان طرحنا من البداية وطرح خالد بحاح، ولذلك أطاحوا به. الآن حزب الإصلاح وبعض المتنفذين يريدون أن يغيروا هذا الواقع، ويريدون أن يعني أن ينسفوا أو أن يقصوا كل الذين قدموا التضحيات، وهذا الأمر لا طيب. يمكن ولا يمكن يقبله أي إنسان نعم. لا في طيب الشمال ولا في الجنوب نعم. دعونا يعني نتفق على أمر واحد، ما هو تشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن الأحزاب السياسية، يكونوا تكنوقراط وبعيدا عن الأحزاب السياسية، تدير المعركة وتدير الخدمات في عدن. فيما يخص الجانب السياسي يتم النظر فيه بعد انتهاء الحرب والقضاء على ميليشيا الحوثي. طيب أستاذ ياسر، أعتقد أنه هذا هو الرأي السديد والذي سيوفر الوقت والجهد على الرئيس هادي وعلى التحالف العربي وعلى أبناء الشمال وأبناء الجنوب، وبالتالي ستتحسن الخدمات طيب. وستتحرر باقي المحافظات. أما المكايدات السياسية التي بدأتها بعض الأحزاب وبعض المغربين من هادي لإشعال الأوضاع في عدن أو المحاولة التغيير الواقع في عدن، هذا لا يمكن يرضى أي مواطن. فبالتالي أمن عدن وأمن المحافظة الجنوبية نحن أكثر حرصاً عليه، نحن من قدم التضحيات، ونحن أيضا حريصين على الرئيس هادي. ولكن كما تعلم هذا الرأي ليس رأي يا أستاذ ياسر، أستاذ ياسر، ولكن كما تعلم هذا ليس يعني السواد الأعظم في الجنوب، وهناك كما تعلم الآن يمكن من 70 إلى 80 قيادي من المقاومة الجنوبية من القيادة الفعلية الميدانية الذين قادوا الجبهات ولا زالوا في عدن وغير عدن أعلنوا رفضهم لهذا التوجه من قبل المجلس الانتقالي. إذن هل أنتم في المجلس الانتقالي ماضون حتى لو يعني تعارض معكم يعني هذا الكم الكبير من القيادة المقاومة الجنوبية، وتعارض معكم مع الحكومة الشرعية، وتعارض معكم حتى الشارع العدني الذي بدأ في الفترة الأخيرة يساند الحكومة بحثا عن الخدمات؟ الناس ملت من الحروب، ملت من الصراعات يا أستاذ ياسر. نحترم قيادات المقاومة الذين وقفوا وأيدوا الحكومة الشرعية، لكن بالتالي الشارع الجنوبي أو هو من يحكم، والأجيال هي من تحكم على موقف كل شخص من هؤلاء القيادات، وهذا بالأخير رأيهم، وبالتالي سيكون هناك حوار، وتم إقناع الكثير من القيادات وعدلوا عن قراراتهم، وكان هناك بعض القيادات لم يوقعوا وتم التوقيع عليهم، وتم يعني إحضار بيان جاز ونشره في بعض المواقع الموالية للحكومة اليمنية. فبالتالي هؤلاء جنوبيين وسيتم الحوار مع من تبقى منهم، ولا يمكن أن نقر إلى صراع معهم، ولا هم ينقروا إلى صراع معنا، والتفاهمات طيب. والمحادثات مع هؤلاء جارية. نحن نؤكد أن هناك أطراف سياسية تريد أن تقر عدن إلى الحرب أو الاقتتال، وهذا لا يمكن أن يحدث، ولا طيب. يمكن أن نسمح به ونشجع به. في نفس الوقت لا يمكن أن نرضى للحكومة أن تمارس عبثها وفسادها وتعذيب المواطنين. لما استغرب أنا على الأخ مختار لما يتحدث عن خدمات، أي خدمات يا أخي؟ دبة البترول تباع 6500 في السوق السوداء، اليوم الدولار معدوم من السوق رغم الوديعة 2 مليار
الدولار وصل 500 ريال لم يشهد أي تحسن، الطفح المجاري، الشوارع، كل برنامج التنموي الذي تحدث عنه ابن دغر في قبل عام أو أكثر لم ينفذ منه شيء، وتحدى يثبت أنه نفذ حتى 5% من ما وعد به أو ما تحدث به عبر وكالة سبا من اعتمادات وغيره. أبين بلا كهرباء وعدا بكهرباء لحق كذلك وعدا بكهرباء ولم يتم إنجازه. وضحت هذه النقطة أستاذ ياسر، نعم، ولم يحدث ذلك على من يكذبون. نعم. طيب أستاذ مختار، إذن لماذا تريدون في الحكومة الشرعية أن تكرروا نفس الخطأ في عام 2014 كما تحدث الأخ ياسر اليافعي بعدم أن يعني الاستماع للمطالب في الشارع الجنوبي وممثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ويتم تشكيل حكومة تكنوقراط حتى لا تدخل البلد في حرب ودوامة صراع كما حدث في عام 2014؟ نعم أخي بشير، بالنسبة للمجلس الانتقالي، المجلس الانتقالي ليس هو الوصي على الجنوب ولا يشكل الجنوب، هو مكون من بين مكونات جنوبية، وهذا ليس رأي الجنوبيين بشكل عام، حتى نقول أن هذا هو رأي الجنوبيين بشكل عام، هو مكون من بين مكونات، ونعرف أنه يعمل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ويتلقى التوجيهات منه، حتى أنه لم يستطع مواجهة طارق محمد علي عبد الله صالح الذي هو الآن بمعسكر بئر أحمد موجود في مدينة عدن، وتم استقبال كافة القيادات الذين وصلوا إلى المئات وهم يتواجدون في مدينة عدن، بينما المواطن العادي والمواطن البسيط لا يستطيع الدخول إلى مدينة عدن إلا بعد أن يتم إهانته وإذلاله وأخذ أوراقه وجعل البعض منهم يعود إلى مناطقهم، وهو يريد السفر حتى إلى الخارج، يريد فقط أن يذهب إلى مطار عدن ولا يتم السماح له. بالتالي نقول أن المجلس الانتقالي لا يمثل الجنوب بأكمله. طيب هو فصيل من بين الفصائل. طيب. وهناك أستاذ مختار، إذن أنت تقول نعم أستاذ مختار، معذرة على المقاطعة، أنت تقول الآن إن المجلس الانتقالي هو يعني يحرك بالريموت من قبل الإمارات وهو فقط ينفذ ما تريده الإمارات. إذن السؤال الأهم الآن، لماذا لا تتجه الحكومة الشرعية والرئاسة للتفاهم مع الإمارات بعيدا عن هذا المجلس؟ يا أخي العزيز، أنت تعرف والمتابعين يعرفون أن هناك إشكالية بين الشرعية وممثلة فخامة رئيس الجمهورية وبين الإمارات لها منذ ما يقارب العام، وهذه الإشكالية ابتدأت بطلب بعض المطالب من رئيس الجمهورية وتم رفضها، وعلى أثر ذلك حصلت هناك تفاهم وتم طلب من الشرعية وطلب من رئيس الجمهورية بإخراج بعض القيادة العسكرية التابعين للرئيس هادي، وفعلا الرئيس الجمهورية يعني يريد أن يهدئ الأوضاع ولا يريد أن يفتح جبهة مع الإمارات كونها دولة مهمة وهي في التحالف العربي، ولا نريد جميعا أن نخسر الإمارات ونخسر التحالف العربي قبل أن يتم تنفيذ كافة الأهداف التي جاء التحالف من أجلها. لكن لازم الشديد أن الإمارات وصلت إلى مدينة عدن وقامت بعمل خارج إطار أهداف التحالف العربي، دعم كيانات خارج إطار الدولة وخارج إطار الشرعية، هذا مناقض لما جاء إليه التحالف العربي. التحالف العربي جاء تحت عنوان وتحت يافطة وتحت شرعية رئيس الجمهورية، كيف الآن يتم دعم كيانات أخرى تخرج على رئيس الجمهورية؟ هذا لم يأتي، يعني هذا طيب. مناقض لأهداف التحالف العربي. طيب. بالتالي نقول أن بالإمكان الذهاب إلى الإمارات وبإمكان رئيس الجمهورية أن يحل المشكلة مع الإمارات، ولكن نقول أن على الإخوة في الجنوب والمجلس الانتقالي أن يكون همهم هو الوطن، وأن تكون يعني الأهداف الكبيرة هي تحرير ما تبقى من المناطق الجنوبية التي ما تزال حتى هذه اللحظة وما تزال بيد الميليشيات، وأيضا الانتهاء من الحوثيين في المناطق الشمالية. بعد ذلك يمكن أن نتحدث، يمكن أن يتم فتح حوار، ويمكن أن يطرحوا قضيتهم، ويمكن أن يطالبوا حتى بالانفصال ويطالبوا كل مطالبهم. لكن طيب. نقول الآن نحن أمام معركة وأمام عدو واحد. العدو حينما دخل إلى عدن لم يفرق بين الإصلاحي والاشتراكي والناصري والحراكي، قتل الشماليين كما قتل الجنوبيين، الحوثيين قتلوا الجميع، لم يفرقوا بين أحد. بالتالي نقول أننا الآن أمام معركة، ننهي المعركة مع الحوثيين، بعد ذلك يمكن أن يرفعوا السقف، ممكن أن يطالبوا بإقالة الحكومة، ممكن أن يتحدثوا عن الفساد. طيب. لكن نتحدث الآن عن الفساد وما تزال ساحة الساحل الغربي معارك، ما تزال تعز في معارك، ما تزال كل الجبهات في معارك، وهم يتحدثون عن فساد الحكومة ويريدون إقالة الحكومة، يقدموا خدمة مجانية للميليشيات الإنقلابية، يقدموا خدمة طيب. مجانية للحوثيين، ويقولون شاهدوا عدن كيف أصبحت الآن وكيف هو النموذج للمناطق المحررة وكيف أنتم في المناطق التي ما تزال بأيدينا. طيب أستاذ مختار، إذن أنتم تقدمون ورقة على طبقة من ذهب الإنقلابيين أستاذ ياسر، وأيضا البعض يقول
بأن هذه المطالب التي رفعها المجلس الانتقالي الجنوبي من إسقاط الحكومة وعدم عقد البرلمان في عدن هي كلها فقط مطالب إماراتية ولا علاقة لها بالشعار الكبير الذي دائما المجلس الانتقالي ما يجيش الشارع الجنوبي بحلم الانفصال وإقامة دولة الجنوب العربي كما يقولون. طبعا هناك تناقض كبير في كلام الأخ مختار، هو له عداوة شخصية مع الإمارات من خلال تغريدات ومتابعتنا له منذ فترة. ما يسميها ميليشيات، أولا قوات الحزام الأمني هي من توفر الحماية في عدن وهي من تنتشر في أكثر من المحافظات وصولا إلى أبين إلى شبوة، إلى حققت انتصارات هذه الأجهزة الأمنية التي تدعمها الإمارات لم يحققها أجهزة علي عبد الله صالح من قبل وهي كان وهو كان في أوج قوته. حتى وزير الداخلية الجديد المعين رئيس هذه أشار بقوات الحزام الأمني التي مختار يسميها ميليشيات. الإمارات التي يتحدث عنها مختار هي اليوم من يعني تدعم وتساند قوات المقاومة في حيس قرب حيس ثاني مديريه من مديريات الحديده، ونتحدث عن محافظه الحديده الهامه وكذلك في قفا. لا خلاف على هذه النقاط التي ذكرتها استاذ ياسر، لا خلاف على هذه النقاط. اجبني على سؤالي الان، البعض يقول ان المجلس الانتقالي الجنوبي ما يرفعه الان من المطالب لا علاقه لها بشعار الدوله وسعاده دوله الجنوب، وانما هي عباره عن يعني مطالب اماراتيه والمجلس الانتقالي العصا التي ينفذ بها في الجنوب فقط. يا أخي الكريم، المجلس الانتقالي هو عبارة عن قيادات جنوبية ظهرت في الحراك الجنوبي من 2007 قبل مجيء قبل ثورة الشباب وقبل الحوار الوطني وقبل حتى ثورة الحرب 2014 وتدخل التحالف الإمارات. هي مطالب للشعب الجنوبي، قدم من أجلها سيل من التضحيات وكلكم يعلم بذلك وليست جديد، وبالتالي هو محتفظ بنفس المطالب ولم يخرج عن سياقها. نحن اليوم الشرعية ليست يعني التحالف العربي لم يتدخل من أجل فلان أو من أجل حزب الإصلاح أو من أجل المقربين منها ولا من أجل الجنوب ولا من أجل الانفصال ولا من أجل الانفصال الذي يرفعه المجلس الانتقالي الجنوبي. نعم. جاء باسم الشرعية لاستعادة دولة اليمن. نعم. ضد الانقلابيين، جاء بقرارات دولية أهم وأهم بنودها هو حتى لا تتحول اليمن إلى بؤرة تهدد العالم. واليوم قوات ما يسميها ميليشيا هي التي تحفظ أمن اليمن حتى لا تتحول إلى بؤرة تهدد العالم، وبالتالي طيب أستاذ ياسر، إذا ما أستاذ ياسر، أستاذ ياسر سؤال. نعم سؤال، دعني أسأل سؤال. إذا ما الإمارات العربية المتحدة اليوم قالت للمجلس الانتقالي أوقفوا هذه المطالب وأوقفوا هذا التصعيد، ما الذي سيفعله المجلس الانتقالي؟ أخي الكريم، هذا التصعيد شعبي، ليس الإمارات علاقة فيه، هذا تصعيد شعبي والمجلس الانتقالي هو مجلس جنوبي. صحيح له علاقات سياسية مثل ما الحزب الإصلاح علاقات مع تركيا وقطر، وهذا لا يخفى على أحد. كل تجمع سياسي أو مكون سياسي والمجلس الانتقالي بحكم أنه جديد لابد أن يكون له علاقات سياسية مع دول الخارج، وهذا أمر طبيعي سواء كان ذلك مع الإمارات أو مع غيرها. بالأخير هو مكون سياسي يريد أن يحقق تطلعات شعب الجنوب بعلاقات مع دول سواء دول التحالف، وهذا فخر لنا أن نحن نقاتل مع الإماراتيين كتف إلى كتف وحققنا انتصارات في أكثر من جبهة، وسواء كان ذلك في دحر الحوثيين أو في الحرب على هناك على علاقات. أستاذ ياسر، هناك علاقات تبنى وشراكة تبنى، لا أن يكون وصي هو من يأمر وينهي ويكون له الكلمة الأولى في اليمن وأنتم تابعين، أو كما يقول البعض المجلس الانتقالي أصبح تابع فقط ينفذ ما يملى عليه. المجلس الانتقالي هو كيان سياسي جديد، إذا كان الرئيس هادي بنفسه يخضع للوصايا الدولية والقرار 2216 فما بالك بكيان سياسي جديد يتعرض لحرب شعواء من الداخل والخارج. فبالتالي من حق المجلس الانتقالي أن تكون له خططه السياسية وبرامجه السياسية وعلاقاته السياسية في ظل أن البلد كلها خاضع. نعم. للوصايا الدولية أستاذ مختار، نعم وضحت هذه الفكرة. والتحالف العربي هو التحالف. نعم. نعم نعم أستاذ ياسر، دعني أكمل. والتحالف العربي هو المسيطر، بس دعني أوضح نقطة. لو 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 يعني بسلسلة الأحداث منذ تدخل عاصفة الحزب نجد الإنجازات والانتصارات حققتها دولة الإمارات وهي من أعادة الرئيس هادي مرفوع الرأس إلى عدن، ولكن من هم حول هادي مثل مختار الرحبي وغيرهم من أساء العلاقة أو وتر العلاقة بين الإمارات والرئيس هادي، وأعتقد أنها ستعود العلاقة، لكن بعد أن يصم إذن الرئيس هادي عن أمثال مختار وعن من هم حوله سواء كذلك من حزب الإصلاح والمتنفذين. طيب أستاذ مختار، إذن الأستاذ ياسر يقول بأنه ما الضير يعني أن تكون علاقة مع المجلس الانتقالي مع الإمارات العربية المتحدة، وإذا كانوا هم تحت الوصاية فاليمن كلها تحت الوصاية، يعني ليس بجديد هذا الموضوع.
نعم، أن تكون لك علاقة لا ضير في ذلك، لكن أن تكون تابع وتنفذ أجندة دولة أخرى كما يقوم المجلس الانتقالي. اليوم الإمارات لو طلبت من عيدروس الزبيدي أن يخرج وأن يعتذر للحكومة الشرعية سيفعل ذلك، وهذا ما شاهدناه من خلال البيان الذي تلاه عيدروس الزبيدي والذي تحدث فيه عن لم يتحدث حتى عن طارق. الاجتماع كان من أجل الرد على طارق وتواجد طارق في مدينة عدن، وعيدروس نسي هذه المشكلة وذهب ليهدد بندغر، بدل أن يهدد طارق وأن يطلب بإخراج طارق من عدن ذهب ليهدد بطرد بندغر وحكومة بندغر من مدينة عدن، ونسي مشكلته مع طارق ومع عسكره الذي هو موجود الآن في معسكر بير أحمد في مدينة عدن، وذهب ليطرد ويطلب بطرد الحكومة من قصر معاشيق. بالتالي نقول لا ضير في أن تكون للجنوبيين أو المجلس الانتقالي علاقة مع كل الدول وأن تكون علاقتهم جيدة وعلاقة متطورة، ولكن أن يكون علاقة ندية وأن تكون علاقة احترام، وأن لا تكون تابع للدولة وتنفذ أجندة الدولة وأن تستهدف حكومة، والحكومة هذه طبعا معترف بها. وأيضا يقولون أنهم مع شرعية الرئيس ولا يريدون بندغر، يعني وكأننا نختار، وكأننا في معرض السيارات نختار جزء ونترك جزء آخر. نقول أن الحكومة هي كل ولا تتجزأ، بندغر يمثل رئيس الجمهورية، وكل موظف في الدولة يمثل الشرعية وينفذ أوامر الشرعية. نقول نعود إلى الخطاب الذي كنت أحاول أن نتحدث به من البداية، نقول أننا الآن أمام معركة، وأن العدو لا يفرق بين الجنوبي وبين الشمالي، وهذا ما حدث في المعركة، وهذا ما حدث حينما دخل الحوثي إلى صنعاء، لم يفرق حينما ارتكب المجازر في كريتر وفي التواهي وفي المعلى وفي كل المناطق، هو ارتكب هذه المجازر في تعز وارتكبها في دماج وارتكبها في عمران، طيب. وما زال حتى هذه اللحظة يرتكبها. نقول نحن الآن بحاجة إلى خطاب عقلاني، بحاجة إلى خطاب يجمع الشمل، بحاجة إلى أن تكون السقف الذي يرفع السقف بحدود الشرعية حتى تنتهي المعركة. طيب أستاذ مختار، نعم. طيب أستاذ مختار، وضحت هذه النقطة. نعم نعم، المجلس الانتقالي ربما من أهم الشعارات التي رفعها. نعم أستاذ مختار اسمح لي. مطالب نعم غيرها من المتطلبات التي يضعها نعم. الجنوبيين على الطاولة. تسمعني الآن أستاذ مختار، تسمعني الآن. نعم أستاذ مختار، الآن ربما المجلس الانتقالي لوح بهذه المطالب ورفع من سقف المطالب حتى تقبل الحكومة الشرعية بالشراكة، مثل ما كان الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي بما فيه من قيادات جنوبية قاتلت مع الشرعية ضد ميليشيا الحوثي وطردت من المحافظات الجنوبية، لماذا لا تكون هناك شراكة حقيقية وتمكن هذه القيادات الجنوبية من الدولة ومن إدارة الدولة مثل ما كانوا شركاء في الحرب؟ ما الضير إذن من الحكومة الشرعية أن تقبل بهذا حتى لا تتجه البلد نحو المجهول نحو الصراعات؟ أخي بشير، هذا الحديث أو من يتحدث الآن عن إقصاء الجنوبيين، أنا أعتقد أنه يغالط نفسه. من يدير مدينة عدن الآن؟ من الذي يدير حضرموت؟ أليس هو حضرمي؟ من الذي يدير الضالع؟ أليس ضالعي؟ من الذي يدير أبيان؟ أليس أبياني؟ الجنوبيين لم يتمكنوا من مفاصل الدولة ولم يتمكنوا من إدارة الدولة كما مكن لهم فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. عبد الرب منصور هادي سلم الدولة بالكامل للجنوبيين، رئيس الدولة هو جنوبي، رئيس الحكومة جنوبي، معظم الوزراء جنوبيين، سفراء الدول الست في مجلس التعاون الخليجي جنوبيين، سفراء الدول في أمريكا وفرنسا وبريطانيا جنوبيين. بالتالي لما نتحدث عن شيء خارج إطار الواقع، نتحدث عن إقصاء الجنوبيين وهم يدورون الدولة، ورئيس الجمهورية مكن لهم من الدولة، من قيادة الجيش، من قيادة الأركان. فنقول الآن عن إقصاء طيب. الجنوبيين، لا أستاذ ياسر، نعم نعم أستاذ مختار، نعم القول أستاذ ياسر، إذن هي مغالطة كبيرة يعني من قبل أو مطالب ليست يعني معقولة ولا صحيحة كما يقول الأستاذ مختار الرحبي. كل الدولة ربما باتت 80% بيد أبناء المحافظات الجنوبية، كل المحافظات الجنوبية تدار من أبناء الجنوب في الضالع، في حضرموت، أبين، شبوة، كل المحافظات. إذن ما هي الشراكة التي تريدون أنتم؟ طبعا اولا دعنا اقول لك ان الشراكه، ان الشرعيه وتدخل التحالف القرارات الدوليه ليست سك بيد الشرعيه تعبث كيف ما تشاء، وهناك صحيح مسؤولين جنوبيين لكنهم فاسدين او ليسوا ذات كفاءه ان يعين الرئيس هادي وزير ليس كفو. بالتالي اذا الكفاءات استاذ ياسر، اذا الكفاءات لا تمثل الا بعيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، اما بقيه الجنوبيين وكل القاده الذي كانوا حتى من قاده المقاومه هذول ليسوا نزيهين بشكل عام. هل أخي بشير، نعم. هل أنت راضي على التعيينات التي عينها الرئيس هادي؟ هل أنت راضي؟
كمحايد، اعتبر نفسك محايد اللحظة واحدة، هل أنت راضي بهذه التعيينات أو التعيينات التي تدار هذه الأيام في مطابخ الرئاسة ورئاسة الوزراء؟ هل أنت راضي عنها كمواطن يمني؟ أجبني بصراحة، هل أنت راضي عن أنا ضد أي فساد؟ نعم أنا ضد أي فساد يعني من قبل الحكومة، وصوتي إلى صوتك وصوت كل اليمنيين ضد أي فساد، ونحن نتكلم وننتقد بكل بصوت مرتفع يوميا، سواء عبر القناة أو عبر صفحاتنا أو عبر حتى ما نقوله دائما، ولكن أيضا نحن ضد أي وصايا من أي دولة تملي علينا. لماذا؟ ويتحول اليمني، نعم أستاذ ياسر، ويتحول اليمني للأسف الشديد إلى يعني أداة هدم بيد الخارجي وينفذ ما يملى عليه. أخي الكريم، الإمارات ليست أداة هدم ومختار وغيره يعرف، هم جاءوا إلى عدن وساهموا معنا بتحرير عدن، وهم من أمن وطبع الحياة في عدن، واليوم في الساحل الغربي وانتقلوا إلى أماكن أخرى. إذا كان الإمارات غير مرقوب فيها يخرج الرئيس هادي ويعلن ذلك للملأ، ليس علاقة للمجلس الانتقالي بذلك، المجلس الانتقالي يبحث عن أكثر فرص ممكنة، سواء كان ذلك عن طريق الشرعية، عن طريق تدخل التحالف العربي، عن طريق قرارات مجلس الأمن ليحقق تطلعات شعب الجنوب. هو فقط يبحث عن فرص معينة ليبرز قضيته أكثر وليتمكن على الأرض أكثر حتى يحقق تطلعات شعب الجنوب في ظل هذا التآمر الكبير من قبل بعض أطراف الشرعية عليه. نحن نتحدث أن هناك، شوف الخلل الحقيقي، لو ترجع على سلسلة الزمن للأحداث منذ 2015، هناك بعض الأحزاب السياسية تريد أن تسيطر على المشهد وهي من تصدر القرارات ومن تعيين وما إليه، وبالتالي وجدت نعم. هذه المشاكل. دعونا نصحح الأخطاء، نقولها من الآن. طيب، نصحح الأخطاء. أستاذ ياسر، لضيق الوقت، نعم لضيق الوقت، سؤال أخير. نعم أستاذ ياسر، لضيق الوقت، سؤال أخير فقط. خلال الفترة الماضية كما تعلم استهلك المجلس الانتقالي دوره في ملفات لا تخدم القضية الجنوبية، انعكس ذلك من ازدياد معارضة توجهات في المحافظات الجنوبية للمجلس الانتقالي. ألا يخشى المجلس الانتقالي أن ينتهي دوره ويصبح مكون كبقية مكونات والأسماء الكثيرة للحراك الجنوبي؟ أخي الكريم، المجلس الانتقالي هو وجد الأسباب كلنا نعلمها نتيجة إقصاء وظلم مورس عليه وقدر. المجلس الانتقالي ظل طوال الفترة الماضية يبني مؤسساته وهيئاته، سواء كان ذلك الدوائر، بناء الدوائر، استكمال الجمعية الوطنية إلى قيادات المحافظات، وبالأمس أعلن عن قيادات المديريات. المجلس الانتقالي اهتم خلال الفترة السابقة بناء مؤسسات ومكوناته، واليوم بعد يعني يحدث من مؤامرات وفساد وما إليه بدأ ينتقل إلى خطوات تصعيدية أخرى، وربما سيتم تصعيده أكثر وأكثر إن لم يكون هناك استماع من قبل الرئيس هادي، الذي نأمل أن يستمع لأصوات هؤلاء الناس الذين كانوا شركاء معه وما زالوا، حتى نجنب عدن ونجنب المنطقة كلها. بالأخير أي مشكلة في عدن هي ستؤثر على المنطقة بالكامل، وأعيد وأكرر إن نحن في عدن لا يمكن أن نتخلى عن الإنجازات التي تحققت، سواء ذلك الانتصارات أو تطبيع الأوضاع الأمنية، ولا يمكن أن نقر إلى أي صراع جنوبي، وهي دعوتي للجميع المختلفين اليوم. طيب، في عدن. أستاذ مختار الرحبي، أيضا سؤال أخير لانتهاء الوقت. الآن إذا ما يعني استمر المجلس الانتقالي الجنوبي بهذا التصعيد ويبدو أنه مستمر والأمور تتجه نحو الانفجار، كيف يمكن للحكومة الشرعية أن تمنع حدوث هذا الانفجار مع الحفاظ ولو على يعني أقل شيء الصورة الشرعية المتمثلة بالحكومة في المحافظة الجنوبية وفي عدن على وجه التحديد؟ أولاً لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى مرحلة الانفجار، لأن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لا يمكن أن يسمح بذلك، هذا نحن واثقين فيه ثقة كبيرة جداً. ثانياً نقول أن المجلس الانتقالي سوف يواصل وسوف يستمر سقفه بالارتفاع، اليوم يطالب بإقالة بن دغر، غداً سوف يطالب بإقالة رئيس الجمهورية، وسوف لا يعترف بالشرعية كما فعل قبل ذلك الحوثيين في صنعاء. ونقول أن لا خوف على عدن، عدن ليست لا أعتقد أنها ستكون منطقة للصراع جنوبي كما يريد البعض أن يحولها. على الجميع الجنوبيين وعلى قادة الدولة والشرعية أن يجعلوا من عدن كعاصمة مؤقتة، كعاصمة نموذجية تنعكس على ضوئها أو تكون عاصمة إيجابية للمناطق والمحافظات الأخرى القريبة منها، لتكون بذلك نستطيع أن نتحدث أمام الجميع وأمام المناطق الأخرى بأن لدينا عاصمة مؤقتة تستقبل الجميع، تحتضن الجميع، ليست هناك مناطقية، ليست هناك عصبوية، ليست هناك مذهبية. بذلك نستطيع نقول أن مدينة عدن
تستوعب الجميع وتحتضن الجميع، وبعد ذلك يمكن أن نتحدث عن الفساد والفاسدين وأن نتحدث عن مطالبة بحكومة تكنوقراط وغيرها. أما نعم. ونحن ما نزال في معركة. شكرا جزيلا لك أستاذ مختار، انتهى الوقت. الحديث عن نعم انتهى الوقت، أعتذر عن المقاطعة. شكرا جزيلا لك مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الريحبي، كان معنا عبر السكايب من عمان. والشكر أيضا للصحفي ياسر اليافعي، كان معنا من عدن. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاء حر، بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.